ما هو ضابط الخروج من السلفية؟ الإخراج من السلفية أمر عظيم يا إخوة، الإخراج من السلفية أمر عظيم، ولذلك لا ينبغي لنا أن نعجل في هذا الأمر، ولا ينبغي لطلاب العلم أن ينصبوا أنفسهم حكاما في هذا الباب. يعني من المؤسف أننا نجد أن بعض طلاب العلم الصغار يحكمون على العلماء الكبار، ولربما حكم الشاب أعني من تلقاء نفسه على شيخه الذي علمه السلفية بأنه ليس سلفيا. أقول يا أخوة لا ينبغي العجلة في هذا الأمر، بل ينبغي على الإنسان أن يكون ذا أناة، ويجب أن يرجع في هذا إلى العلماء وأن يعرض عليهم الأمر عرض من يريد الحق لا عرض من يريد أمرا معينا. لأن بعض الناس يتصل عليه مثلا ويوجه السؤال توجيها معينا ليكون القول كذا، ولا يعرض الصورة كما هي، بل يعني يأخذ النقاط المعينة التي يريد أن أقول بناء عليها، ولي حق أن أقول الأمر كذا. هذا ما ينفع عند الله عز وجل، لأنك الآن في الحقيقة تريد هواك لا تريد طاعة مولاك. فلا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين المعروفين في هذا الباب، والعرض عليهم وطلب توجيههم في مثل هذا الأمر. وعلى كل حال، القاعدة العامة عند العلماء أن السلفية لها أصول معلومة وقد ذكرناها في الكلام، من خالفها خرج من السلفية، من خالفها خرج من السلفية، ومن جاء بها فهو على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولكن أقول لا ينبغي لطلاب العلم أن يعجلوا في هذا الباب، بل لا ينبغي ولا يجوز أن يتصدروا، بل الواجب الرجوع إلى العلماء بتجرد، وأن يعرض الأمر على العلماء عرضا صحيحا، وأن يعرض الأمر كما هو ويصدر عن أقوال العلماء في هذا الباب. نعم.